السلام عليكم. خير. افتح 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 الباب لسيدنا بلا، افتح الباب. افتح الباب لك. شو شوفي؟ ولسه الناس تسأل كمان. يا عيني على الايام صار في مخاني. افتح الباب عشان ما يرجعوا لك الشباب. بس بدي اعرف شو اللي عم يصير؟ شو القصة؟ شو صاير؟ نحن يا ابني جايين نفتش على رخص الخانات. انت معك الرخصة سي؟ لا سيدي ما معي. اها. معناتها نبر يا حيوان، افتح لي الباب احسن ما هي هلا ترى قدام الشباب. لك افتح الباب ولك حل ايدك. لا لا طولوا بالكم. لا لا يلا ولك. يا ابني انت وياه سيدي حصوا لي هالكياس والبضاعة، شوفوا لي شو في عندهم هون بالمستودع. يلا عشان يحرك حرك حرك حرك. سيدي هون في فول. اها هذا حمص سيدي حمص. ايوه حمص هذا النايف. في برغل. يا سلام. امسح هيك هذا شو ايوه هذا برغل سيدي كمان. ايه وهذا زيت وهذا صابون غار. سيدي هون في حمص. ماشي كان هيك حملوا لي من كل شغله كيس وحطوا لي اياهم بالسياره مشان ناخذهم ونفحصهم. يلا بتمر سيدي بتمر سيدي. الله يجبر بخاطرك. الله يوفقك يا سيدي. والله انا شغيل هون. شغيل هون؟ والله بخرب بيتي. بخرب بيتك؟ ايه والله. تعال قول يا رب. ايش كان اسمع صوتك مره ثانيه؟ يلا قول يا رب. رح خلي الشباب يحملوك بكيس واخذك افحصها. حرك عملك شاي. حرك امرك.